بنياتي وليداتي كتعاني من البواسير، جبت لكم وصفه فعاله جدا بمسحه واحده فقط غتقولي وداعا للبواسير بجميع انواع، سواء البواسير الداخليه ولا الخارجيه، غير بمسحه واحده. وكتمنى منكم غير دعوه الخير، رجاء رجاء فضلا وليس امرا، انشروها لمرضاكم ولكم الاجر والثواب، وتابعوا معنا الفيديو من اول لاخر. ما تنساوش لايك للفيديو بنياتي باش ترفع الفيديو يشوفوا اكبر عدد من المشاهدين. يلا تابعوا معايا. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد، في وصفه جديده وفي نهار جديد. وتحياتي لكم كبيره بنياتي داخل الوطن وخارج الوطن، كلكم بنياتي كنلقى لكم التحيه. وبنياتي الله يوصلنا هاد العواش المباركه شهر رجب، اكثروا فيه الدعاء الاستغفار والصلاة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. واللهم بلغنا رمضان ولا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. اليوم تحت المطر المتسبعات والمتسبعين كلهم كيعانوا من مشاكل البواسير، كلهم كيطلبوا وصفة فعالة لعلاج البواسير، وأنا فايتة داير لكم واحد الوصفة ولقات نجاح كبير من متسبعاتي اللي دارها كيرحم ليا الوالدين عليها. واليوم جبت لكم واحد الوصفة ساهلة ماهلة، كانوا كيديروها الأجداد ديالنا قديما، كانوا كل عندهم اللي عندهم هاد المشكل تاع البواسير تيديروا هاد الوصفة. وقبل ما نقول لكم الوصفة تاع البواسير إن شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غنقول لكم الأسباب ديال البواسير باش تجنبوها، إذا عالجتوا ودرتوا الوقاية ديال المشكل اللي كيجيب لكم بواسير مغاديش تبقى عندكم بواسير نهائيا. أولا الإمساك، الإمساك أو القبض المزمن هو عامل كبير لإيجاد البواسير. أيضا حتى النساء اللي كيكونوا عندهم زيادة في السمنة هما كيكون عندهم البواسير، النساء ولا الرجال، والرجال والنساء اللي كيطولوا الجلوس يعني يوميا عندهم العمل ديالهم أما في المكاتب أما كيكونوا يعني سائقين الشيفورات كلهم تعاني من البواسير، لأنهم كيبقاو قاعدين فوق الكرسي بمدة طويلة، حتى هو كيسبب عامل كبير في تسبب البواسير. وأيضا حتى المأكولات اللي كتكون ما فيهاش ألياف، لما كتكونش فيها ألياف وما كتناولوش زي الزيتون باش كيطلق لكم المصران ديالكم، وما كتمشيو للطويط وما كيكونش عندكم مشاكل ديال القبض تا مزيان تا هو لكنتو درتوها ما غاديش يجيكم البواسير. وان شاء الله ننتقلوا الى الوصفه ان شاء الله ديال البواسير باذن الله، وتابعوا الفيديو بنياتي من الاول للاخر، وما تنساوش اللايك الفيديو والبارطاج مع المرضى اللي محتاجين، ولكم الاجر والثواب. بسم الله على بركة الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المكونات ديال هاد الوصفة اللي قلت لكم ساهلة ماهلة من المطبخ ديالنا، كنحتاجو بيضة كاملة غنحتاجوها، لكن ما غنحتاجوهاش كاملة، غنوريكم الطريقة اللي غادي ديروها بها. وغنحتاجو واحد قليل من القطن، من القطن ديال الصيدليه يكون معقم مزيان. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو، ساهلين ماهلين، غير تبعوا الطريقه راه ما فيهاش تعقيدات. واللي كيدير هاد الوصفه راها مجربه، اللي كيديرها كيرحم يرحم والدي عليها، لانها وصفه مجربه من الاجداد. غير اللي عنده هاد المشكل ديال البواسير اللي تكون متدنيه او كيكون عندكم مشاكل ديال جروح في الشرج، حتى هي كمن عوامل ديال البواسير، ديروا هذه الوصفه، راها وصفه هائله ومجربه، ماشي غير يعني كتسكن الالم، لا بل تعالج البواسير من جذوره. يعني هذه الوصفه كتسكن الالم اولا، ومن بعد كبدات تمشي البواسير بيوم على يوم. ولكن من النهار الاول ملي غديروا هذه الوصفه غتلقاو النتيجه باذن الله، غير تبعوا الوصفه من الاول الى اخر. بسم الله على بركاتي، غناخذوا هذه البيضه وغندير يعني غادي نتقوا واحد التقيبه بحال هكايا، وغناخذوا عين الزلال بحال هكا ونحتفظوا
بالاصفر حتى نديرو في شي طبخ ولا في شي حاجه. هادشي اللي غنحتاج، ما نحتاجوش شي حاجه اللي هي كثيره في البيضه، غير الزول الابيض صافي. وهذا غتبقى لنا البيضه هكا غتبقى كامله باذن الله. صافي هذا هو الزوله اللي غنحتاجو، هاد الزوله ديال البيضه فقط. اش قلت لكم راه هاد الوصفه راه ساهله ماهله. السيده او السيد اللي عنده هاد المشكل ديال البواسير تياخذ هاد القطن، واحد القطعه ديال القطن بحال هكايا بحال هكايا، وغادي يعمر هاد القطن بهاد الزلال بحال هكا، يعمر يعمر مزيان ها هكا بحال هكا، وكيديروا في المنطقه ديال البواسير، نمثلوا بحال هادي البواسير بحال هكايا صافي. وكنحطوا بحال هكا كنحطوا يوميا هذه الطريقه كنديروها، وكثير في الليل يعني ثلاثه المرات في النهار، يعني في الصباح في وسط النهار في المساء، ونخليو هذا القطن بحال هكا ونداتوا عليها ليله كامله، نحسوا بان الزلال كثير ديال 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 البيض عندنا كثير. ولهاد القطن اللي درتو فيها مره واحده درتو فيها، مي تبغيو ديرو غديرو قطن اخر جديد، بلا ما تعقبوا هاد القطن، تعقبوه ثاني الزلال باش ما تعفنوش. يعني الا درتو هاد بحال هكا، انا عمرت هاد القطن مزيان بحال هكا مثلا، عمرتها بحال هكا عمرتها مزيان صافي، ما نبقاش نعاود نكررها ثاني، ندير مره واحد ندير هذيك، نحس بان القطن عمرتها مزيان من الزلال، وهذا غنحتفظ به باش نديرو مره اخرى، نديرو مره اخرى. دابا غادي يبقى عندك حتى 3 ايام هاد الزلال، حتى 4 ايام يبقى عندك، ما يخسر ما والو. والقطن طبيعة الحال موجود، ديري مره في الصباح، مره وسط النهار، مره في الليل، ملي تبغي عندنا النوم. غادي اول نهار غادي يمشي عليك الالم، يعني ما يبقى يسك الالم، ما يبقاش عندك الالم ديال دوك البواسير. النهار الثاني كيبدا هذوك البواسير كيبداو ينشفوا، ويكرموا حتى كيتفشوا، ما يبقاوش نهائيا، يوم على يوم على يوم تتلقاي النتيجه. وملي لقات النتيجه ضروري تعقب تكتب لينا الكومونتير باش الكل يستفيد من هذه الوصفه، راها وصفه مجربه وهائله من القاع البير، جبتها لكم يعني من وصفات الجدات، من وصفات اجدادنا والتراث ديال الاجداد. هذه الوصفه راه ساهله ماهله، كيديروها اللي عنده هذه المشاكل. نتمنى بنياتي تكون شفت الوصفه من اول الى اخر، بهمسحه واحده من هاد الزلال ديال البيض اللي كتشوفوا، يعني ها كتحتاج غير البيض ديال البيض، بمسحه واحده من نهار الاول غتلقاو النتيجه. راها وصفه مجربه، ما نقولش لكم بنياتي، وصفه هائله هائله. اللي عنده هذا المشكل وبغى يدير شي عمليه او يدير عمليه جراحيه بلا ما يديرها، عير يدير هذه الوصفه، يجربها ويحكم، يجربها وعاد يشوف الوصفه واش ما راقتش ليه، عاد يمشي يبغى يدير العمليه. بها بيضه واحده، اقل من بيضه يعني بنص بيضه كما كنقولوا، غادي تلقى النتيجه. راها وصفه هائله مجربه باذن الله تعالى، ورحموا والدي عليها لانها وصفه من التراث ديال اجدادنا. اجدادنا كيخليو لنا واحد الموروث اللي هو هائل ديال الوصفات العلاجيه. وان شاء الله تكونوا عجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش اللايك الفيديو باش ديروا اعداد كبير من اللايكات باش الناس يشوفوا ويستفيدوا. اش بغيت نقول لكم، يعني فضلا منكم وليس امرا منكم بنياتي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه، والله يشفي كل مريض.